بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم عن Introduction to Operational Research اللي هي مقدمه في بحوث العمليات. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم بشكل سريع عن الفورموليشن، عن الجرافيكال، عن السمبلكس، الترانسبورتيشن بروبلم، assignment بروبلم، وبروجكت مانجمنت. بشكل سريع هنبدا مع الفورموليشن. الفورموليشن يعني صياغه، بعمل اعاده صياغه للحدث او المشكله اللي جايه لي. انا ببقى شغال في مكان وبتجيلي مشكله، المشكله دي عايزه حل، فالمشكله بتجيلي بشكل كلامي، حد بيجي يشرح لي المشكله او حد بيجي يكلمني عنها، فانا لازم اطلع من المشكله دي بصياغه معينه عشان اقدر احل المشكله دي او اوصل لافضل حل ممكن ليها بشكل سريع وبسيط. طب افضل شكل وافضل حاجه اقدر استخدمها عشان احل اي مشكله، بيبقى افضل حاجه عندنا هي المعادلات الرياضيه، عشان هي بتبقى اسهل وابسط واسرع في حل اي مشكله. فبالتالي اي كلام بيجي لي ببتدي ان انا احول واطلع منه بمعادله رياضيه. طب عشان اطلع بمعادله رياضيه لازم اطلع منها بايه؟ لازم اطلع منها بحاجه اسمها فاريبلز. فاريبلز يعني المتغيرات، يعني الحاجات اللي داخله في تغيير النواتج اللي عندي. اي حاجه هتخش تاثر على تغيير الناتج اللي عندي النهائي اسمها فاريبلز، تمام؟ زي مثلا منتج، اي منتج عشان اوصل لافضل ربح مثلا اقدر احققه، فبالتالي المنتجات اللي عندي هي اللي هتاثر معايا. فبالتالي المتغيرات اللي عندي، تغير المنتج سواء الماده الخام بتاعته او ايا كان، هو ده اللي هياثر معايا، فبالتالي يبقى اسمها متغيرات او فاريبلز. في نفس الوقت يبقى عليا شروط عشان اقدر اوصل لافضل حاجه ممكنه. في شروط بتحكمني، زي مثلا عدد العمال، زي مثلا عدد ساعات العمل، زي حاجات كتيره. فدي بتبقى شروط ببتدي ان انا احطها في اعتباري او اخد بالي منها عشان اقدر اوصل للحاجه اللي انا عايزها. في الاخر بيبقى عندي او بيطلع عندي حاجه اسمها اوبجكتيف فانكشن، اللي هي معادله الهدف، اللي هي المعادله اللي انا عايز اوصل بيها لافضل نتيجه ممكنه، او كمثال اقصى ربح ممكن او اقل تكلفه ممكنه. وعن طريق المعادله دي او اقدر اوصل لحاجه اسمها اوبتيمال سوليوشن. الاوبتيمال سوليوشن اللي هو الحل الامثل او النتيجه المثاليه او النقطه المثاليه اللي عندها هقدر اوصل للهدف بتاعي في حل المشكله. طيب ناخد مثال بشكل سريع. بيقول لي عندي ابيكس تلفزيون كومباني، دي شركه اسمها ابيكس، دي خاصه بصناعه صناعه التلفزيونات. طيب الشركه دي عندها الشركه دي has decided to had decided on the number of 27 inch. هم بيحاولوا ياخدوا قرار ان هم ينتجوا قد ايه من التلفزيون 27 بوصه او التلفزيون ال 20 بوصه. قدرت اعرف من كده ايه؟ من بدايه الكلام بتاعي قدرت اعرف ان انا عندي منتجين، تمام، خاصين بالمصنع ده او بالشركه دي. المنتج الاول هو 27 بوصه، المنتج الثاني هو 20 بوصه، تمام؟ to be produced at one of its factories، عشان اقدر ان انا اصنعه في احد المصانع الخاصه بيه. طيب قال لك ان الماركت ريسيرش انديكيت ذات ذا موست ان على الاكثر، اخلي بالي من الحته دي، ان على الاكثر هنا اكثر حاجه ممكن انتجها هي 40 وحده من ال 27 انش. انا لازم اخلي بالي من النقط دي. فانا عندي هنا 40 وحده اكثر حاجه ممكن انتجها من ال 27 انش، و10 وحدات، تمام، من ال 20 انش. ده كان بي سبول بيرمانس، دول اقدر ان انا ابيعهم في اشهر، مش اللي اقدر انتجه، سوري، ده اللي اقدر ابيعه في الشهر. يبقى انا بقى عندي هنا شروط وقيود بتقول لي ايه؟ ان انا اكتر حاجه ممكن ابيعها في الشهر هو 40 وحده من المنتج الاول و10 وحدات من المنتج الثاني. طيب فانا ببساطه كده وانا شغال وانا عمال اقرا، احاول الخص لنفسي او احاول اطلع لنفسي، او مسمي المنتج ده ايه مثلا واسمي المنتج ده بي، تمام. طيب يبقى انا عندي هنا 40 من ايه، ماشي، و10 من بي، دول اكتر حاجه ممكن ان انا اطلعهم في اقدر ان انا ابيعهم في الشهر، تمام كده. طيب اكمل. كان ايه؟ كان بي فول، عشان برضه اخلي بالي كل حاجه، كل نقطه وكل كلمه بتاثر معايا في المعادله بتاعتي. يبقى انا هنا طلعت عندي، قلت ان في حاجه اسمها ايه، في منتج اسمه ايه ومنتج اسمه بي. منتج ايه اللي هو بعبر عنه، لازم اعرف التعريفات دي عشان ابقى عارف انا بعمل ايه، بعبر عنه اللي هو معناه 27 انش، ومنتج بي اللي هو 20 انش 20 انش، وان 40 ايه زائد 40 بي دول اللي ممكن يتباعوا خلال الشهر، ودول هيحققوا لي هيوصلوا لي او هيحققوا لي البروفيت بتاعي. معنى كده ان الماكس بروفيت بتاعي هيطلع لي من النتيجه دي. يبقى الماكس
profit. ماكس بروفيت بيساوي ايه؟ بيساوي ان انا ابيع 40 من ايه زائد 10 من بي، ده اللي اقدر ابيعه في الشهر. انا طلعت اول معادله اهو بتقول لي اقصى ربح بالنسبه لي هو ان انا ابيع 40 وحده من ايه زائد 10 وحدات من بي، وده اللي انا قدرت اطلعه من اول جزئيه. طيب ذا ماكسيمم نمبر اوف وركينج اورز، ان اقصى ماكسيمم نمبر اهو، ماكسيمم نمبر، خلي بالك اقصى عدد، اقصى رقم من عدد الساعات اللي اقدر اشتغله او المتاح بالنسبه لي هو 500. يبقى اقصى حاجه بالنسبه لي هي 500 في الشهر. طيب وان 27، ان المنتج 27 ده بيحتاج ريكوايرز ايه 20 وركينج اور، محتاج 20 ساعه. يبقى معنى كده ان انا منتج ايه بالنسبه لي محتاج 20 ساعه. يبقى هنا 20 من ايه المنتج بتاعي، خلاص working hour and 20 inch المنتج بي الثاني محتاج requires 10 ساعات. يبقى 20 ايه زائد 10 من بي، يبقى 20 من عدد، المنتج، الواحد بالنسبه لي بياخد 20 ساعه. يبقى انا اطلع قد ايه من المنتج الاول واطلع قد ايه من المنتج الثاني خلال الشهر. يبقى عدد المنتجات اللي هتنتج من المنتج ايه مضروب في عدد الساعات اللي هو بياخدها عشان اشوف اوصل لاقصى قيمه، اقصى كميه، زائد نفس الكلام بالنسبه للمنتج الثاني. كل ده لازم يبقى اصغر من او يساوي، هنكتبها كده كمثال، اصغر من او يساوي كام؟ اصغر من او يساوي اقصى كميه او اقصى عدد من الساعات اللي انا المفروض استخدمه، لانه ما ينفعش يزيد عنه. اقصى قيمه بالنسبه لي واقصى عدد بالنسبه لي، عشان كده قلنا الماكسيمم. فاكبر قيمه بالنسبه لي اقدر استخدمها واكثر عدد ساعات ممكن استخدمه هو ال 500. فبالتالي قدرت ان انا اطلع ايه؟ ان عدد الساعات من ده في عدد في عدد المنتجات زائد عدد الساعات من ده في عدد المنتجات لازم يبقى اصغر من عدد الساعات اللي بيحتاجها المنتج ده في عشان يبتدي ان انا اطلعه من المصنع. وبالتالي فانا لقيت ان انا عندي هنا ان اقصى عدد ساعات ممكن ان انا اشتغلهم عشان اطلع المنتج الواحد او الوحده الواحده من المنتج الاولاني ايه، هي 20 ساعه، والمنتج الثاني بيه هي 10 ساعات، تمام؟ ولازم الاثنين مع بعض، ان اجمالي عدد المنتجات اللي هتطلع من ايه مضروبه في ال 20 ساعه لكل منتج، زائد اجمالي عدد الساعات اللي اجمالي عدد المنتجات اللي هتطلع من بي، كل ده زائد مضروب في عدد الساعات لبي، لازم يبقى اللي هيديني في الاخر اجمالي عدد ساعات الاثنين مع بعض لازم يكون اصغر من او يساوي ال 500. طيب اللي هي هنا قلنا ايه ال 10 ساعات بتاعه المنتج بي. وبالتالي في بس نقطه عايزين نرجع لها تاني، وهي الماكس بروفيت. هي هنا مش الماكس بروفيت، تمام؟ عشان بس انا دي قلتها غلط. هي مش الماكس بروفيت، احنا قلنا هنا ان هما بيتوقعوا او بيشيروا ان اقصى حاجه ممكن تطلع من ايه هي 40، واقصى حاجه ممكن تطلع من دي هي 10 وحدات، تمام؟ وبالتالي هتبقى المعادله هنا بالشكل ده، هيبقى هنا ان ايه، تمام، هتبقى اصغر من او بتساوي ال 40، لان دي اكبر قيمه، اكبر عدد منتجات ممكن يطلع اللي هي ايه، وان بي هتبقى اصغر من او بتساوي ال 10، تمام؟ لان هو قال لي في الاخر ان 40 من ايه زائد 10 من بي هم دول اللي انا ممكن ابيعهم خلال الشهر. معنى كده ان اقصى حاجه او اقصى منتج، عدد منتجات او عدد وحدات ممكن يطلع لي من المنتج الاولاني هو 40، واقصى عدد ممكن يطلع لي من المنتج الثاني هو 10. بمعنى كده انا ممكن انتج 40 وحده او اقل، او هنا 10 وحدات او اقل، تمام كده؟ نكمل. طيب قال لك هنا ان كل منتج اتش 27 انش بيتباع باي ايه؟ ب 120 دولار. يبقى ال 27 انش اللي هو ايه بيتباع ب 120 دولار الوحده الواحده او المنتج الواحد، و كل حاجه انا بركز عليها، وان ال 20 انش بيتباع بكام؟ ال 20 انش بيتباع الوحده بتاعته او المنتج بتاعه بيتباع ب 80 دولار. معنى كده ان البروفيت بتاعي بيتقيم على اساس المبلغ اللي بعت بيه. يبقى البروفيت هنفترض ان هو زد، بيساوي 120 قيمه الوحده الواحده او ثمن بيع الوحده الواحده من المنتج الاولاني اللي هو ايه، زائد ثمن بيع الوحده الواحده من المنتج الثاني اللي هي 80 مضروبه في عدد الوحدات اللي هي بي،
خلينا نحط علامة الضرب هنا عشان نبقى بس فاهمين الجزئية دي، وهنا علامة الضرب. ده معناها إيه؟ معناها إن أنا ببيع الوحدة ب 120 دولار، لما أضربها في عدد الوحدات اللي هينتج من إيه؟ ماشي؟ زائد ثمن الوحدة الواحدة من المنتج الثاني اللي هو بي مضروب في عدد وحداته، هيبتدي يديني الزد اللي هي الماكس بروفيت. اللي هنا دي بقى الماكس بروفيت. كده يبقى اعلى ربح ممكن ان انا اوصل له هو الزد بيساوي 120 سعر الوحده الواحده من المنتج الاولاني مضروبه في عدد المنتجات اللي انا هصنعها، زائد سعر الوحده الواحده من المنتج الثاني مضروب في عدد المنتجات اللي انا صنعها من المنتج الثاني. هيديني هنا قيمه زد. طيب انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت فورموليشن، عملت هنا اعاده صياغه. يبقى كل الكلام الكتير ده كله انا حولته لبعض النقط اللي اقدر على اساسها احدد انا هعمل ايه. تمام، هبتدي ساعتها انا احدد انا هنتج قد ايه من المنتج الاول وهنتج قد ايه من المنتج الثاني. تمام، وعلى اساس ان انا هبيع قد ايه منهم اللي متوقع بيعه، وبالتالي قدرت ان انا اعرف ان عدد ساعات المنتج الاول هتاخد قد ايه وعدد ساعات المنتج الثاني هتاخد قد ايه، ولازم ده يقل او يساوي عن اجمالي عدد الساعات اللي انا ببتدي اشتغلها او هشغلها في المصنع للعمال اللي عندي، عشان ده ما يزودش عليا التكلفه واقدر ان احقق اعلى ربح ممكن من عمليه البيع اللي انا هبيعها من المنتج الاول مضروب في سعر البيع، زائد المنتج الثاني مضروب سعر البيع بتاعه مضروب في عدد الوحدات في المنتج. ده بالنسبه للفورميوليشن. قدرت اعرف منها، قدرت اعرف الفاريبلز المتغيرات بتاعتي اللي هي ايه وبي، ده اللي بيتغير على اساس عدد منتجاته بيبتدي يغير في المعادله. وقدرت اعرف كمان الكونسترين اللي هي الشروط بتاعتي، اللي هي دي الشرط بتاعي ان انا هقدر ابيع قد ايه خلال الشهر كمثال يعني. تمام، وان الشرط الثالث كمان هو عدد الساعات اللي بيحكمني، وفي نفس الوقت قدرت ان انا احدد الماكس بروفيت او الـ هو هنا عايز ايه الماكس ماكسيمم بروفيت، عايز يكبر او يحد سوري يوصل لاكبر ربح ممكن او اعلى قيمه ربحيه ممكنه اللي هي بتساوي المعادله. قدرت انا اطلع المعادلات بتاعتي في الحاله دي، انا قدرت اعمل فورموليشن للمعادله بتاعتي سوري للمشكله بتاعتي. انا قدرت احول المشكله دي من مشكله كلاميه الى مشكله رياضيه اقدر ان انا اشتغل عليها واطلع افضل قيمه او افضل حل ممكن هو الاوبتيمال سوليوشن، وهو الحل الامثل اللي هيحل لي المشكله بتاعتي.